السلام عليكم ورحمة الله إخوان، مرحبا بكم في موضوع حلقتنا اليوم، وهو كيف أفرق بين ذكر وأنثى الكناري. تكلمت عن هذا الموضوع سابقا، لكن في الفيديو تصلني بعض التعليقات من عند الإخوان في المغرب والجزائر والبلدان العربية الأخرى، والسبب أن الكلام غير واضح، لذلك أحببت إعادته مرة أخرى كي تصلكم الفكرة إن شاء الله. وإذا أعجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والجرس كي يصلكم كل جديد. كما نعرف هناك عدة طرق كما يقول بعض المربيين للتفريق بين ذكر وأنثى الكناري، لكن في هذا الفيديو سوف أقدم لكم طريقتين مؤكدتين وناجحتين إن شاء الله، لكن ابقوا معي كي تصلكم الفكرة، وإذا أعجبتكم فالمرجو مشاركتها مع أصدقائكم كي تعم الفكرة للجميع. فالبعض يقول أن ذكور الكناري يكون رأسها كبيرا بعد الشيء عكس الإناث، فكما نلاحظ في الفيديو يعني هذه الأنثى باللون الأبيض وهذا الذكر باللون البرتقالي، يعني رأسهم يعني ليس كبيرا بعد الشيء على بعضهم، لذلك لا تحكموا على يعني على الطير من خلال رأسه، لأن هناك فصائل من الكناري يعني تكون مثل الريد فاكتور ويوركشيري تكون أحجامها كبيرة بعض الشيء، وهذه الطريقة ليست صحيحة 100%. وأيضا هناك من يقول أن ذكور الكناري خط من قاره يمر من وسط عينه، عكس الإناث فهو الخط المنقار يكون من تحت عينها، فكما نشاهد في الفيديو، وهذه الطريقة ليست صحيحة 100%. يقول أن الذكور عند إمساكها بهذه الطريقة فإذا صعد ذيل الطير إلى الأعلى فهي أنثى، وإذا قام الطير بإنزال ذيله إلى أسفل فهو ذكر. فهذا الذكر فعند إمساكه بهذه الطريقة يعني نلاحظ أن ذيله قام بالصعود إلى الأعلى، وهذه الطريقة إخواني ليست صحيحة 100%. وبالنسبة للإناث هناك إناث عند إمساكها بهذه الطريقة أيضا ذيلها يعني، وأيضا هناك طريقة أخرى كما يقول البعض أن عند إمساك ذكر أو أنثى الكناري يعني عند إمساكهم بهذه الطريقة، يقول أن إذا الذكر قام بصعود ذيله إلى الأعلى فهو أنثى، وإذا قام بإنزال ذيله إلى الأسفل فهو ذكر. كما نشاهد كما قلت لكم هذه أنثى وهذا ذكر، الآن سوف نقوم بهذه العملية وسوف نكتشف أنها غير صحيحة. فكما نلاحظ هنا أصدقائي أن الذكر والأنثى قام بصعود ذيلهم إلى الأعلى كما تلاحظون، وأيضا هذه الطريقة أخي المربي ليست صحيحة 100%. وأفضل طريقة لمعرفة جنس طائر الكناري وهي أن الذكور تغرد والإناث لا، لكن في بعض الحالات هناك إناث تغرد أيضا، وأنت كمبتدئ عند ذهاب لشراء سواء الذكر أو الأنثى فأنا أنصحك بإمساك الطير بهذه الطريقة التي سوف أريها لكم الآن. يعني عند إمساك الطائر يعني نقوم بنفخ حول بطنه، فكما نلاحظ هناك الجهاز التناسلي للذكر يعني يكون بارزا نحو الأعلى، كما تلاحظون في الفيديو، فهذا دليل على أنه ذكر، وهذه أفضل طريقة لمعرفة جنس طائر الكناري. يعني كما قلت لكم الجهاز التناسلي للذكر يكون بارزا، الآن سوف نمر إلى الأنثى،
فكما نلاحظ هنا إخواني، يعني الأنثى ليس لها عضو بارز أو شيء ما، هو فقط بطنها مائل إلى نحو الأسفل، وهذا دليل على أنها أنثى. وهذه أفضل، يعني أفضل طريقة لمعرفة جنس فراخ الكناري. وإذا أعجبكم الفيديو إخواني، لا تنسوا كما قلت لكم دعمنا بالضغط على زر الاشتراك والجرس كي تتوصلوا بكل جديد إن شاء الله. وإذا كانت لديكم طريقة أخرى فالمرجو مشاركتها معنا في التعليقات كي تصل الفكرة إن شاء الله للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله إخواني.